قام افراد الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بشراقه بوضع خطه محكمه افضت الى تفكيك شبكه وطنيه مختصه في سرقه السيارات. بناء على معلومات قام افراد الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بشراقه بالاطاحه بشبكه اجراميه منظمه تنشط على مستوى عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة، البوليدة، عين الدفلة، وهران والبويرة. هذه العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص واسترجاع 8 مركبات من بينها 4 سيارات و3 شاحنات وزن ثقيل، إضافة إلى دراجة نارية من الحجم الكبير. الطرف القضية سيتم تقديم أمام الجهات القضائية.